اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي حبيب قلبي. هو ده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا في كفر الشيخ في منطقة السبع ميات. طبعا يا جماعة انت في مكون في الشتاء بتنقي مية تكون جنب الطريق. طبعا احنا في منطقة السبع ميات. النهاردة يا جماعة الاثنين 6/12 دي طالعة، احنا يا جماعة طالعين النهاردة بس مختارين مكان جنب الطريق. طبعا المية اللي هنا دي منطقة السبع ميات، هتقول لي انا مية اللي شغال عليها النهاردة، هقول لك اول مية من يمة بلطي. يعني انت لو جاي من كفر الشيخ اخر مية فيه هتلاقي مية عفشة كده، دي اللي انا قاعد عليها النهاردة. هتقول انهي دور بقى؟ هقولك لا، الدور بالذات لا، ما ينفعش اقولك الدور بالذات في ناحية، مش عشان حاجة. انا لو قلتلك الدور ده مثلا، الدور ده اللي شغال عليه النهاردة، هتروحوا كلكم تضربوا عليه. عشان كده انا بقولك المية دي بالذات، يعني ممكن ما اقولكش مكان المية بالظبط، لا، بس انا بقولك المية العفشة اللي فيهم اللي هي يمة بلطي، اخر واحد، اخر مية فيه. طبعا يا جماعة اصطاد النهاردة غلة بس على مراية على الجرف، وهوريكم شوية احجام بلطي، احجام من الاخر. تابعونا يا جماعة، بتسجل لايك والاشتراك في القناة، احجام من الاخر، شوية اكشن يعني، تابعونا يا رجالة. ده يا جماعة الدور بتاعنا النهاردة، دي يا جماعة المية العفشة اللي هي موجودة في السبع ميات. لو سامعين حتى صوت الطريقة، طبعا مش عايز اصور المكان فين بالظبط والدور فين بالظبط، مش عشان حاجه والله، اقسم بالله. انا دلوقتي لو قلت لك الدور كذا، كل الناس هتيجي تتضارب على الدور ده، تقولش بقى هو الوحيد في سمك والبيت الدور كلها في السمك. عشان كده منع ان حد يتضارب مع التاني، انا بقول لك الميه العفش. صادفت انت بقى وقعدت على الدور بتاعي، ده رزقك. يبقى انا دلوقتي ما حددتش دور معين، انت طبعا لما بتحدد دور معين الكل بيجي على الدور المعين ده، تعرفش بقى هو اللي فيه السمك كله ولا ما اعرفش. رزقك هتاخده من اي ميه منهم، رزقك هتاخده. ده يا جماعه الدور بتاعنا اهو، نشتغل بعودين. طبعا عدة 63، وانا عامل له لزق اهو مدككه، والمكن صيني 3000 هنا وهنا، والعدة 3 متر ومدككه برده كده يا جماعه، لان الميه قريبه. وشغل مرايه على الجرف خالص، معلق المرايه خالص، لانك في شهر 12 خلي السمكه بص تتشحتف على حبات الغل، تتشحتف معنى كلمه تتشحتف، معلقه خالص يعني، ورمي بس 10 حبات جوه كده تحت الغمازات. طبعا يا جماعه الخيطان ديت مقاس 30 مستورد، ماشي. الرمال هناك مقاس 25، الغمازات حرامي، غمازات خفيفه، عشان زي ما قلت لكم الشتاء عايز تسرق السمك. السن مقاس 7، انا بحب السن ده يا جماعه، سن صغير بيسرق السمك. تمام كده يا جماعه. طبعا الرصاصه وزن الغماز معروفه. تابعونا يا رجاله، وباذن الله نعمل لكم فيديو كويس، هتشوفوا احجام ايه تكيف. تابعونا يا رجاله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي حبيب قلبي. خلاص 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 خلاص، اهدي حتى ما شاء الله يا جماعه بالغله، شهر 12، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي يا جماعه، شهر 12 يا جماعه بالغله. خلاص خلاص اهدي، غلة رجالة اهي، اول حتة بالصلاة على النبي، اقسم بالله ايديا متلجة، السمكة متلجة يا جماعة، اقسم بالله. الغلة وجمالها. خلاص 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 خلاص، الصلاة على النبي يا شباب، اول شغلنا النهاردة، شهر 12 وجماله يا رجالة. تاني حتة يا جماعة بالصلاة على النبي اهي، بس عشان بس ال بتغيب عم بتاخد، فعشان كده معرفش اصور مباشر. شو جبنا حتى من جنب عينها غيبة طلعتش كمان، بسم الله ما شاء الله. يا جماعه بالصلاة على النبي، الاولانيه جوه يا جماعه، اهي واحده اهي كبيره اهي، الثانيه حتتين اللي جم معانا لغايه دلوقتي اهم يا جماعه، الصلاة على النبي، دول اللي جبتهم لغايه دلوقتي. ايوه 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 يا مسه مسه يا مسه يا رب يا مسه، كملي بقى كملي.
هو ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعة الشغل؟ واكل وشكوا كده، عيب كده، مش هينفع قوي كده. يا رجال عم السادة رجال اهوت عم فوز قاعدين ينشم. اللي يعرف بقى عم فوز ان ده رزق، اللي يعرف ان ده رزق هيرتاح. ماشي يا عم، ربنا يفتح. الاحجام الجميل. طب وانا يا شباب اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، تعال تعال يا وحش وحش الوحوش، تعال صل على النبي يا رجاله. احجام شهر 12 النهارده، مش عارف 6 12 باين النهارده الاثنين، مش عارف بقى 6 12 باين. شايفين الاحجام؟ حبيب قلبي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عم فوزي، عم فوزي بصب عليك بنفسي. عم السيد رجاله استفتح اهو، مسك خليتك ورا منها الغله رجال. احجام جميله ما شاء الله. من الخمس ميات يا جماعه بقوا سبع ميات، بقوا خمس، كان اول خمس. ماشي يا عم السيد منور، الله تعين على ما طلع. يلا ربنا يزيدك يا غالي. الصلاة على النبي. يلا 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 يا وحش، يلا يلا. اللهم صل على النبي. يا حول الله يا ربي يا رب. هنشوف يا جماعه كام حته اللي جبناهم النهارده. حته شايفين الاحجام زي ما قلت لكم تقيله، بس الاحجام ما شاء الله. دي حته تانية، تالتة، الرابعة، الخمس. دول يا جماعة طول النهار طبعا الغمزة بتغيب، بس زي ما انتوا شايفين كده الأحجام كبيرة، فلما تكون قاعد على مية الأحجام بتاعها كبيرة مش مشكلة الغمزة تغيب. أهم حاجات ما شاء الله جميلة اهو يا رجالة، دول من طول النهار طبعا شغل الشتاء كده، سمك قليل بس الحجم كبير فبيحتاج الصياد اللي يصبر. يلا يا جماعة، سلام عليكم.